هذايا زيت الفرامل نتاع السيتروا السيتروا منين نشوفوه. هذا زيت الفرامل نحو الكسكاس هذايا نجم نشوفوه بالعين. نجم تنحى هذه هي هذه كي الفلتر تنحى، اما كي تصب الزيت لازم تخليها. اما واش طلع الزيت وين المكان نتاعو حتى كان ما شفتوش من هنا موش ترانسبارون ولا حاجه مش ظاهر، نجم تحل هكا وتطل شوف هكا باهي، ترجع الفلتر نتاعها هذاك وترجع الغطاء كالعاده. هذا هي زيت الفرامل. من هنا نشوفوا زيت الموتور زيت المحرك. هنا لازم يكون هنا عندنا للعكس للماكسيموم، ريت هنا هذا يتسمى ماكسيموم. لازم ديما يكون الزيت يكون موجود عندنا للمكان هذا باش هكاك نعملو مطمنين على المحرك، ما فيش حتى اشكالية. عندنا الماء هاو ترانسبارون من غير ما نحلوه، انا شفتو هذايا الماكسيموم هنا الماكسيموم، هي تو يطلع الماء شوية لفوق تخدم مروحة تو ينزل على حسب يعني الماء اللي صبيتو، يعني احنا صبينا بزايد شوية انا طلع لفوق تو بعد ينزل وحده يولي عادي ما عاد فيه ما عادش فيه زيادة. هذا من الحاجات اللي نجم تشوفهم وانت كصاحب سيارة.